أكرر تهنئتي لكم سيادة الرئيس، مع دعائي بأن يمنحكم الله تعالى المزيد من العزم والقوة، وأن يحقق على أيديكم آمال البلاد والعباد، وأن يحفظكم لمصر ويحفظ مصر بكم. ويسرني سيادة الرئيس في هذه المناسبة الكريمة أن أهدي سيادتكم نسخة من مصحف الأزهر الشريف. شكراً لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.